النهاردة كعادته دايما الرئيس السيسي صارح الناس بالوقائع والحقائق كما هي بدون تزيين أو تزييف، واتكلم في كل حاجة، زيادة سكانية وخسارة يناير الفادحة ومشروعات الأنفاق في الدولة وكل التحديات الصعبة. هي الرسالة اللي الرئيس السيسي عاوز يوصلها، وإيه الحاجة المهمة جدا اللي قالها في كلامه، وإيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية؟ هنعرف كل ده طبعا وأكتر، ولكن بعد الفاصل فتابعوا معنا. بانكير، نبض البنوك. النهاردة الرئيس السيسي افتتح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، وزي ما قلنا قال كلام مهم جدا بالأرقام، ورجع وأكد أن الخسارة اللي دفعتها الدولة في يناير 2011 وصلت ل 400 مليار دولار، وده بسبب توقف تقريبا النشاط الاقتصادي وهروب الاستثمار وشلل السياحة وتوقف التصدير والصرف من المال الحي زي ما بيقول المصريين طول الفترة اللي عقبت الأحداث دي. ومن هنا كانت الأزمة الكبيرة، وإن مصر كان بينها وبين الضياع شعرة بسيطة. بعدها الرئيس السيسي قال حاجة مهمة جدا، وهي إن مصر قادرة تصمد في مواجهة أزمات زي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد وما نتج عنها من أزمات عالمية، ودي رسالة طمأنة للشعب المصري إن مصر واقفة على حيلها وتقدر تواجه أي تحدي. لكن المواجهة دي ما جتش من فراغ، دي جت نتيجة مجهود خرافي طول 8 سنوات عدت من خلال آلاف المشروعات العملاقة في كل المجالات، بداية من تأسيس البنية التحتية واللي تقدر تستوعب أي استثمارات خارجية، وبعدها تأسيس بنية مالية متطورة وشمول مالي ورقمنة، خلى مصر تسير التطور المالي وصولا لمشروعات استثمارية وصناعية وسياحية ضخمة قدرت تمتص الأزمة العالمية. الرئيس وضع الناس والمصريين في الصورة علشان الناس تستعد للي جاي في الشهور اللي قاعدة في 2023، وهي ظروف صعبة قبل الوصول إلى الانفراج الكبيرة في 2024 حسب كل التقارير الدولية اللي بتأكد حصول التعافي في الربع الأول من السنة اللي جاية. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.